مشاهدي الكرام، والحديث أكثر عن مؤتمر بغداد ينضم إلينا الآن من العاصمة الحبيبة بغداد الخبير الاستراتيجي الأستاذ سرمد البياتي. مرحبا بك أستاذ سرمد إلى نشرتنا الرئيسة، شكرا على تلبية دعوة الحوار مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة. هل كان الحضور لهذا المؤتمر ملبيا لتطلعات المنطقة التي تبحث جاهدة عن مخرج للأزمات التي لا تزال تراوح في حلها مكانها؟ بداية تحية لقناتكم الموقرة، جمهوركم الكريم. يعني أنا فقط عندي ملاحظة، يعني خلي نترك هسه، راح سوف أعود إلى سؤال. نعم تفضل. يعني أنا اليوم نزلت تغريدة على تويتر ذكرت، قلت لهم يا شباب خلي نتفائل، خلي شوية نتوقع الأفضل. دول مجاورة لها ثقلها، دول من الاتحاد الأوروبي، مجلس التعاون الخليجي، الجامعة العربية، خلينا نتفائل. يعني خلينا عسى أن نلقينا أي منفذ لبلدنا متعب. يعني هذا الموضوع الكل تعرفه، 40 مليون واحد يعرف أنه بلدنا متعب، بلدنا كان عرضة للسرقات وللفساد طوال 18 عام، بلدنا ما قدرنا نسوي به كهرباء، ما قدرنا نسوي به أي شيء. لذلك يعني أي مبادرة ممكن أن تفتح لنا نوافذ على جزء من الحلول المفروض نرحب بيها. هسه تبتدي تطلع التعليقات كلها سلبية، كلها تنتقد القمة. طيب ما معقول، يعني احنا الى متى نوصل الى ثقافة يا جماعة احنا 18 سنة بين قاعدة وارهاب وطائفية وقتلوها؟ خلي الناس اقلها تيجي تشوف العراق بوضع الحالي. يعني هسه ما اعرف، والله ما اعرف هالسلبية بحياتنا شنو هذه سببها. يعني اي تفاؤل ماكو، ما يخالف هسه احنا نعمل خلي يعني اليوم محمد بن راشد جاي، التميم امير قطر جاي، البقيه اللي جايين الفتح السيسي، ماكرون، ملك عبد الله، بقيه دول تمثيل عالي. احنا هذا هيش مؤتمر اقليمي، حتى قبل 2003 ما عقدين مؤتمرات قمه. خلي يجون يعرفون انه العراق بقابليات، العراق ممكن ان نساعده، العراق بحكومه ترى الشعب مالته ما ميت كله، الشعب مو كله قتل بالشوارع مثل ما يصورونه بالعالم. يعني احنا ما نريد نمطي اي نقطه مضيئه مع الاسف عن 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 بلدنا. طيب شلون راح نبني اذا انت مصانعك كلها مدمره، كهرباء 18 سنه ما قدرنا نسوي اي شيء، عندنا ما عندنا بنى تحتيه حقيقيه. اتركونا بالكت، يعني عسى ان نتعاون ويا العالم. احنا 13 مليار نستورد من ايران، 16 مليار من تركيا، وهكذا بقيه الدول. ايش وقت راح نبني احنا بلدنا؟ يعني اني هذه النقطه. فلذلك مخرجات القمه مهما تكون فهي في صالح العراق، مهما تكون فهي الى جانب العراق. انت من تجمع تركيا وايران والسعوديه وامارات قطر الكويت، من تجمعهم دول كلهم، هذا وهو هذا وحده انجاز يحسب للعراق، ومن مصدر قوه. احنا مو داعيهم على مود يصالحون هنا، للعلم والاطلاع الدول اصبحت اخي مصالح بيناتها، اترك لي كل شيء، الكل تتعامل بالمصالح، خلاص احنا بنتعامل بالمصالح. عندنا مصالح ويا تركيا، عندنا مصالح ويا الاردن، عندها زياده بالطاقه، زين ممكن ان نشتريها منه، يعني ما معقول احنا نقدر نشتري من ايران. عندنا قطر مصدر، اول مصدر بالعالم للغاز، منتج للغاز. مصر عندها عماله وعندها اعمار ودها تبني بلدها، ممكن انه عرضوا علينا يابا احنا نيجي نبني مقابل النفط. احنا نفط ما مستفادين منه، دنبيعه ونصرفها رواتب. خلي عاد ننهض ببلدنا اي شيء. مع الاسف يعني هذا النداء اجى من خلال قناتكم، لكنه انا يعني متالم انه هالسلبيه الموجوده عندنا، اي تطور عندنا نريد نسوي بحياتنا مفرح، يعني تطلع الاصوات اللي تعارض هذا الشيء. فيا اخواني خلينا نبذل جهودنا احنا، هاي الحكومه نجحت ترى بالشان الخارجي بالمناسبه، الشان الداخلي مالتنا مشكلتنا احنا بيدينا، عشنا على المحاصصه والطائفيه، وكل وزاره بيها محاصصه، كل مدير عام وكل رئيس وزراء وكل وزير، هاي احنا سويناها، مو هذه الدول اللي اجت سوتها، احنا اسسناها من بعد 2003.
هذا تاريخك يشهد وهذا العمل يشهد، العراقيين هم أسسوها. فلذلك يعني أنا والله أنا فرح بالقمة يعني حقيقة، من شفت القنوات تنقل، كنا في فندق الرشيد كل القنوات العالمية وهذه كانت تنقل وتدخل سرمد في النشرة الرئيسة يعني تحدثت حول أنه يكون هنالك تفاؤل حول هذا المؤتمر، يعني هنالك إجماع عربي ودولي على أن لا استقرار ولا ازدهار في المنطقة دون وجود العراق، يعني هل هذا لموقعه الجيوسياسي أم للمكانة الحضارية والموارد الطبيعية؟ أولا موقعنا ترى ثقلنا لحد الآن، إحنا بالوطن العربي والعالم ثقلنا موجود نفسه، لكن انهزينا شوية بعد بعض الحوادث وبعض الأرهاب والطائفية شوية هزت الكيان المجتمعي، لكن إحنا العالم ترى تنظر لنا لحد الآن، العراق فشيء بالعالم فشيء نموذجي، فشيء أنه أصل لصناعة زراعة عندنا، يا عيني إحنا أرض بلاد الرافدين، إحنا لولا الحروب لكان هسه إحنا البلد الأول بإنتاج أبسط الأمور بإنتاج التمور بالعالم. أكبر مزارع 30 مليون نخلة كان عندنا بالبصرة، زين هذه أبسط الأمور إذا أدت كملك إياها، أرض السواد يعني كل شيء عندنا خير، لكن للأسف هذه الاشتباكات بين الكتل السياسية مع الأسف هي اللي وصلتنا لهاي. طيب نعمل بهذه الانتخابات عسى أن تصدر إن شاء الله جديدة. سأتيك لربما إذا أسعفنا الوقت على ملف الانتخابات. أنت قلت بأن هناك نظرة لربما سوداوية متشائمة لمؤتمر بغداد، وقلت أيضا في معرض حديثك أن هناك نوع من الاشتباك السياسي. دعني أخذ أو أقتبس من كلمة وزير الخارجية، وزير الخارجية يقول أن بعض المشاكل الداخلية في العراق امتداداتها إقليمية. هذه النظرة السوداوية للمؤتمر، هذه التشابكات أو هذا التشابك السياسي، هل مرتبط بما أشار إليه وزير الخارجية؟ وإذا كان الجواب نعم، متى سنصح على واقعنا؟ متى سنخدم أنفسنا قبل الآخرين؟ يعني أنا لا أستطيع أن أقنع أي عراقي بأنه ليس هنالك تدخل إقليمي في العراق وتدخل مخابرات في العراق، لأنه إحنا ما حصلنا نفسنا، أكو ولاءات لدول كثيرة. بالمناسبة هو داعش ليش اختار العراق؟ لأنه لقى نقطة ضعف موجود عنده بالعراق، اختار من كل دول العالم اختار العراق، واختاروا أفغانستان لنقطة ضعفها أيضا، لأنه أيضا متضادين بينهم. فأنت العدو كيف تخترق عندما تشعر بأنه أكو خلافات موجودة داخل ولحد الآن هاي الخلافات وستزداد مع قرب الانتخابات؟ يعني إحنا ما فهمنا الديمقراطية بالأسلوب العالمي. العالم شون إحنا عرفنا الديمقراطية مجرد عبارة عن عذرا، خط غلط وسب وشتم بمواقع التواصل وسب رئيس الدولة وسب رئيس وزراء وسب رئيس مجلس النواب، هذه الديمقراطية اللي أخذناها. زين منين أخذناها أستاذ سرمد؟ بصورة صحيحة بانتخابات. إذا الديمقراطية مستوردة، نعم. إذا الديمقراطية مستوردة، هو هذا المستورد أرخص الأثمان ومجرد أنه يسد حاجة. راس كوب نوبات يقولون أهلنا بغداد، يقول لك راس كوب هذه الشغلة، يعني جزمة مشيك مترين وتخرب. ما صنعنا ديمقراطية احنا استاذ سرمد. اي هسه ما يخالف، احنا اخي مواني ذكرت ديمقراطيتنا مشوهة، لا بل هي ديمقراطية وئدت بالعراق بداية 2004 و2005. اني يعني احنا كليتنا نتمنى انه مثل هذا المؤتمر بمخرجاته، بالمناسبة هم ترى عملوا لجان بين وزراء الخارجية من اجل ان يطبقون ما تم الاتفاق عليه، يعني للعلم والاطلاع. العراق ليس وسيطا، سابقا عملنا دور الوسيط في شهر الواحد وغيره عملنا، لكن الآن ليس وسيطا، الآن هم الدول اجتمعوا بيناتهم، يعني بالمناسبة هم الدول اجتمعوا بيناتهم اجتماعات جانبية، وهذا شيء ممتاز، هذا شيء ممتاز، خلي يجتمعون اجتماعات جانبية ربما يساعدون العراق. احنا مشكلتنا شعبنا ديعاني، بنانا التحتية متعبة، نحتاج
طاقة كهربائية، نحتاج مثلا فرنسا ممكن أن تزودنا بأسلحة يعني صحية بفلوسنا، لكن ما يخالف إحنا نريد ننوع مصادر السلاح، معتمدين تماما على السلاح الأمريكي، يحتاج لنا سلاح روسي أيضا وسلاح فرنسي. هذه أبسط الأمور، لأن معركتنا مع الإرهاب موجودة يوميا، إحنا عندنا تعرض، يعني هذا الموضوع ما, 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 ما يمكن إخفائه. هذا موضوع. موضوع آخر، أنا قلت لك يعني كثير من الدول ليس يساعدونا، ماكو مشكلة، لكن أقلها خلي يكفون أيديهم عنا، هسه ماكو مشكلة يعني راح نطلب أبسط الأمور. فلذلك أنت بنتجي هنا ويضيفك العراق، وهذه حتما راح يعيد التفكير ويعيد النظر بعلاقته مع العراق. هسه احنا المشكلة، احنا أسسنا هسه المشكلة، خاف تجي حكومة جديدة تخرب كل هاي المقررات، هي هاي المشكلة اللي نخاف منها. نعم، يعني سيد سرما ذكرت أنه تم يعني اجتماعات جانبية، يعني جميع الخصوم كانت على طاولة الحوار، يعني هل هو إنجاز للحكومة أم تداعيات ذلك، وما تداعيات ذلك على مستقبل العراق والدول العربية والإقليمية إذا التزم الجميع بمخرجات هذا المؤتمر؟ بالعكس، مخرجاته ممتازة جدا، يعني هسه صدر بيان بهذا الموضوع، لكن تعرفين بيانات القمم دائما والمؤتمرات دائما تكون إنشائية، يعني ما يتطرقون مثلا بالاجتماع الخاص شو تكلموا بهذا الموضوع وشو تكلموا بالموضوع الآخر، لا، أكيد هنالك اتفاقيات معينة، احنا عندنا إشكالات ويا تركيا تدخلها بالشمال، عندنا إشكالات ربما ويا إيران قطع المياه وغيرها وغيرها، كثير من الأمور، اكو موضوع كورونا، اكو موضوع الاحتباس الحراري، اكو موضوعات كثيرة يتم تداولها في هذا الشأن. لذلك هم يعني قمة الرؤساء فقط يلقون كلمات ثم يجتمعون اجتماع خاص، ثم بعد ذلك تشكل لجان في وزارة الخارجية مع وزراء الخارجية البقيين لمتابعة المخرجات من هذه القمة.